من خلال أكتر من 1300 خطاب تحدث الرئيس جمال عبد الناصر للشعب المصري من عام 1953 إلى عام 1970، تميز أغلبهم بقفشاته الطريفة واللي كانت بترسم البسمة على جماهير الشعب. كان معروف عن الرئيس جمال عبد الناصر حبه للمزاح والضحك، وكانت بتعلو وجهه باستمرار ابتسامة ما بتفرقوش. وعلى الرغم من الأحداث العصيبة اللي مرت بها مصر، ما كانش أسلوبه في الخطابات بيخلى من الفكاهة والهزار، واللي كان بيستخدمه في التعليق على أمور سياسية والسخرية بقوة من خصومه. فإحنا هنا في بلدنا لا استعمار هيقدر علينا ولا رجعية هتقدر علينا، وزي ما احنا قاعدين واحدة واحدة بنصفي في الاستعمار حوالينا وبنصفي في الرجعية حوالينا، وزي ما قلت لهم بناخد لهم سياسة النفس الطويل لغاية ما نقطع نفسهم. ومحناش هنتعب أبدا من النضال. راديو عمان، انا طبعا ما بسمعش راديو عمان، بقرا راديو عمان، النشرة راديو عمان يوم 30 اكتوبر بيقول ايه راديو عمان؟ بعد ان اشتد الضغط الناصري على كاهل الشعب العربي، يعني على كاهل كنتو يعني في مصر، اخذ الاحرار من الضباط يكررون المحاولات للاطاحة بحكم عبد الناصر، وقد وقعت اخر محاولة يوم الخميس، فرض عليها ستار شديد ولكن انبائها تسربت الى الخارج. وبعدين قال راديو عمان بقى ان القاهرة تفاقت يوم الخميس الماضي على لعلعة القنابل وأزيز الرصاص. تعرفش لعلعة القنابل دي يعني ايه؟ يعني أزيز الرصاص فاهمها. وبعدين القاهرة فيها 3 مليون، مش القاهرة فيها 30 ولا 40؟ قال القاهرة صحيت على لعلعة القنابل وعلى أزيز الرصاص. مش الناس دول ملاحيس والله. بعدين بيقول بقى وعندما حاول الناس الخروج من بيوتهم لاستطلاع جلية الأمر، بوبهوا بقوات كبيرة من الجيش تشرع في وجههم السلاح وتمنعهم من الخروج. طب بيضحكوا علينا ولا بيضحكوا على نفسهم؟ طبعا بيستغفلوا نفسهم وبيضحكوا على نفسهم، لأن القاهرة عارفة إنما راديو عمان بيقول إن في لعلعة قنابل وفي أزيز الرصاص في الشوارع إن ده كلام فارغ. سيد ستيفن هاربر، صحيفة ديل إكسبريس البريطانية. سؤال شخصي، لقد مررتم كإنسان بمرحلة ضغط كبير في أثناء أزمة مشابهة تقريبا للأزمة الحالية في خلال صيف عام 56، فهل تجدون من السهولة بمكان تحمل أعبائها كإنسان أكبر سنا عما كان عليه من قبل بإحدى عشر عاما وأكثر خبرة، أم أنكم تجدونها أصعب شأنا؟ بالنسبة للديل إكسبريس، أنا بقرأ ديل إكسبريس كل يوم، وأما لقيكم ما بتشتمونيش بزعل، تشتموني باستمرار من سنة 56 وقبل 56 لغاية دلوقت، وكإنسان باخد هذا الكلام وبديكم عذركم. بالنسبة للسن، أظن يعني أنا معجزتش قوي، وأنا لسه ما بلغتش الخمسين، وأنا مش خرع زي المستر إيدن أبدا بأي شكل من الأشكال، يعني لازم تفهموا هذا الكلام. وزارة الخارجية هاي ما بتقول مصالح السودان ومصر، مصالح السودان ومصر بتقررها السودان ومصر، وايه دخل واشنطن في هذا الموضوع؟ ايه دخل امريكا في هذه العملية؟ مصر والسودان اتخلقوا بهذا الشكل مربوطين في بعض، ما حدش هيقدر يصلهم ابدا، موجودين من اول الخليقة حتى الان، مصر في الشمال والسودان في الجنوب، مفيش دولة منهم هتعزل، هتروح امريكا الشمالية ولا امريكا الجنوبية، قاعدين هنا الى ابد الابدين. ده كلام يعني طبيعي، موضوع مفروغ منه. ثم دخلهم ايه؟ نبحبح على نفسنا شوية في الضروريات برضو، ما بقولش في الكماليات. طبعا قاعدين يغزونا الراجعين برا ويقولونا يا مفلسين يا جعانين، بنقول لهم اتفل، هنبني بلدنا ولا هتحصلوا على هدفكم ابدا. يقولوا احنا عندنا كماليات وانتم ما عندكوش، احنا عندنا الصابون الفلاني واحنا ما عندكوش، نقول لهم اتفل. هو عندكم مين اللي هيستعمل الصابون ولا مين اللي هيستعمل البرفان؟ ما هو كل الناس انتم سايبينهم عريانين مقرحين، ما حدش لا يستحمى ولا لا يعني. الهجوم على الاشتراكية باسم الدين، كان زمان شوقي لي قصيدة بتغنيها أم كلثوم بتقول والاشتراكيون أنت إمامهم. كلهم كانوا إيه؟ بيسقفوا، كلهم كانوا بيسقفوا على أساس إنها أدام قصيدة شعر بيسقفوا، وأدام قصيدة غنى بيسقفوا. طب بنيجي ننفذ هذا الكلام بيزعلوا، ما بيعجبهمش هذا الكلام. فهم
النهاردة أما بدأت الاشتراكية تطبيق والاشتراكية عدالة والاشتراكية مساواة والاشتراكية قضاء على الظلم الاجتماعي والاشتراكية إعطاء الحق لأصحاب الحق اللي هم الشعب، بهتوا وقالوا الاشتراكية ضد الدين. هل أجيب لكم مصانع ولا أجيب لكم لحم؟ أنا قلت أجيب مصانع ما بجيبش لحم. طلعتوا أنتوا أما جت اللحمة غليت زمزقتوا شوية. وطلعت الرجعية والناس بره وقالوا مصر فيها مجاعة، مصر فيها مجاعة، والواحد يعدي شارع الأزهر يلاقي ريحته كلها من أولها لآخرها. مفيش، ها؟ مصر، تسمع محطة إسرائيل يقول لك مصر فيها مجاعة، أنتوا جوعتوا؟ وأنتوا عايزين إيه؟ إحنا حددنا بدل ما نجيب لكم لحمة لسبعة أيام قلنا بنجيب لكم لحمة لأربعة أيام، ما إحنا بنجيب لحمة منين؟ اللحمة بتاعتنا ما بتكفيناش، بتاكلوا لحمة من الصين ومن أستراليا ومن الأرجنتين ومن إكوادور ومن السودان ومن الصومال و ما خدنا ال 1500 مليون جنيه في الخمس سنين اللي فاتوا كان لازم تتعبوا شويه. باخد ال 1500 مليون جنيه وابني لكم بيها مصانع ومدارس وطرق وكباري ومستشفيات في خمس سنين وبقول لكم اتفضلوا. وبعدين لقيتكم شويه تعبتوا في الفتره اللي فاتت، ما استحملتوش قوي، لان ما انا بقول لكم انا الخمس سنين اللي فاتت خدت 1500 جنيه من جيوبكم وانا هجيبها من جيبي انا ما عنديش، وهروح اقول للحاج عبد الناصر اديني 1500 مليون جنيه ما عندوش. ابدا، فانا هجيب لكم ال 1500 مليون جنيه منكم انتم. بالنسبه لينا احنا بعد الثوره كانت عمليه تبقى سهله قوي ان احنا نعيش في مجتمع نص في المية، ولا نعذب نفسنا ولا نحتاج جهد ولا نقول خطة ولا استثمار ولا ادخار، ابدا نريح نفسنا نقول لكم احنا ملناش دعوة، بننضم للطبقة وهم كانوا يرحبوا بينا قوي، ومجتمع هو كويس، مجتمع طري ومجتمع كويس ومريح، مش مجتمع شقة وعذاب وغلب، مجتمع سهر سهر ورأس. يعني الواحد بعد الثورة لو كان راح نضم لهم كان استريح، ما كانش شاب. معركة اليمن معركتنا، ثورة اليمن ثورتنا، وان احنا وهم والزمان طويل، اللي هياخد له 6 اشهر واللي هياخد سنة. واتكلمت معاكم هنا على اللي بيشتمونا شعرا ونسرا، فاكرين الكلام اللي قلناه السنة اللي فاتت؟ اللي شتمنا شعرا راح الى رحمة الله، مش بس هو راح وعرشه راح، اللي شتمنا نصرا راح الى لوزان قاعد في سويسرا. اخونا بتاع طنطا ده ان شاء الله نجيلكم في طنطا، وانا بتوع البحيرة نجيلكم البحيرة، وانا بتوع البحيرة بنيجي البحيرة شهر يونيو، ولكن احنا هنا قريبين قوي من طنطا، يعني بنيجي بعد الصيف ان شاء الله.